اولا بنشكر الساده الحضور كلهم ان هم لبوا الدعوه النهارده وجم وشرفونا. احنا النهارده المؤتمر الثاني لحمله العزل الشعبي. زي ما احنا قلنا او دشنا المؤتمر في 16/11/2014، ده كان مؤتمر التدشين للحمله، والنهارده هنعرف الناس كلها بالاعضاء المكتب التنفيذي اللي موجودين. اولا معانا الاستاذ احمد المصري المؤسس عام الحمله وعضو المكتب التنفيذي، الاستاذ خالد القاضي مسؤول الاتصال السياسي وعضو المكتب التنفيذي، الاستاذ احمد شاهين مسؤول العمل الجماهيري وعضو المكتب التنفيذي، ومدام ميرفت موسى عضو المكتب التنفيذي. دلوقتي الكلمه مع الاستاذ احمد المصري. برحب بيكم جميعا. احنا بقالنا دلوقتي شهرين، النهارده المؤتمر الثاني، واحنا جايين عشان نقول الخطه واللي حصل اللي عملناه الفتره اللي فاتت والخطه اللي جايه. يعني مبدئيا كده احنا اشتغلنا في الشارع، نزلنا فعاليات، نزلنا بالفلاير العام التذكيري بفساد الحزب الوطني وانتهك بفساد الحزب الوطني وانتهاكات الإخوان. عملنا شغل عالي، لقينا تجاوب من الناس في الشارع، الناس ساعدونا كتير، حصرنا كمية أو أعداد كبيرة من الأسماء، من أسماء الحزب الوطني وأسماء بعض الأسماء من جماعة الإخوان اللي نازلين انتخابات أو أعلنوا ترشحهم للانتخابات. حصرنا عدد كبير من الأسماء للحزب الوطني اللي نازلين على قوائم الأحزاب الموجودة على الساحة. ودي يعني بالمناسبة أنا حابب أقول للأحزاب يا ريت تراجعوا نفسكم في الأسماء اللي نازلة على القوائم، لأن إحنا مش هنتعامل بالقطعة مع حد، ومش هنقول إن إحنا هنشتغل على حد ونسيب حد. إحنا أي حزب هينزل حد على قوائمه من أسماء الحزب الوطني إحنا هنشتغل عليه. إحنا هنشتغل على أي حد بيحاول يرجع النظام، أي حد من الأنظمة السابقة إن كان من الإخوان أو من الحزب الوطني. الفعاليات بتاعتنا إحنا نزلنا في فعاليات، في بدأنا بالقاهرة واسكندرية، بني سويف، القليوبية، وكان لينا فعاليات في مناطق زي الظاهر، شبرا الخيمة، الرمل. يعني دي المناطق اللي احنا من بعض المناطق اللي احنا اشتغلنا فيها. وصلنا النهاردة ان احنا بقى عندنا تقريبا حوالي 19 مكتب تنفيذي في 19 محافظة. التجاوب الناس معانا في الشارع هو اللي ادانا اصرار ان احنا نكمل، وان احنا نبقى مصرين ان احنا فعلا قلنا ادانا امل ان احنا فعلا هنقدر نعزل الناس دي ومش هيكون ليهم مكان، لان ما ينفعش ان اللي افسد هو اللي يبقى قاعد تحت قبه البرلمان وهو اللي بيحط التشريعات القانونيه. ما ينفعش ان انا ابقى شعب عمل ثوره ضد ناس افسدوا وعملوا انتهاكات ضد الشعب وضد حقوق الشعب ونهبوا على مدار 30 سنه، وجم بعدهم ناس تانية عملوا انتهاكات وعذبونا وفرقوا وقسمونا، ونبص نلاقي ان الناس دول هم اللي قاعدين تحت قبه البرلمان بكل بجاحه، هم اللي بيحطوا التشريعات. يعني فده ما ينفعش، وعشان كده احنا قررنا ان احنا ننزل بالحمله بتاعتنا. وتجاوب الناس معانا ووعي الشعب ادانا اصرار اكتر ان احنا نكمل. وحابب اقول لكم بقى نتكلم عن المرحله اللي جايه. احنا جهزنا سيفيهات لكل مرشحين الحزب الوطني وجماعه الاخوان، معانا ملفات، معانا مستندات فساد، معانا صور قضايا بالارقام بتاعتهم، قضايا فساد، وده هنبدا نعلنه ان شاء الله في المرحله اللي جايه بعد فتح باب الترشح. هنبدا ننزل بالاسماء بتاعتهم وبالصور وبالمستندات وبارقام القضايا الفساد اللي كانوا متهمين فيها، وهنبدا نوسع نطاق فعالياتنا في اكتر من محافظات، من المحافظات اللي احنا اشتغلنا فيها يعني. و تاني هنبدا نقول تاني من الاول، هنشتغل على الاحزاب وهنراجع قوائم الاحزاب تاني، وهننزل بالقضايا اللي كانت لكل مرشحين الاحزاب منزلينها. بس شكرا. لا
عن الفعاليات اللي حصلت وشرح الخطة اللي جاية بعد فتح باب الترشيح. الكلمة الآن مع الأستاذ خالد القاضي مسؤول الاتصال السياسي وعضو المكتب التنفيذي لشرح الخط السياسي بتاع الحملة الفترة اللي جاية. اتفضل. مساء الخير عليكم جميعا. طيب احنا هنتكلم في فكرة الحملة عموما او الخط السياسي للحملة من اول ما بدأت لحد دلوقتي. في بعض وسائل الاعلام تداولت اخبار اعتقد ان هي مش صحيحة. الحملة دي عاملينها مجموعة من 5 افراد المكتب التنفيذي مستقلين غير تابعة لاي كيان حزبي او اي مرشح من المرشحين اللي نازلين الانتخابات. فكرة الحملة زي ما احمد كان بيتكلم من شوية هي عزل نظام مبارك او المخلوع مبارك وازلام الحزب الوطني والمعزول مرسي ونظام الاخوان المسلمين وكل واحد افسد في الحياة السياسية والاجتماعية وتسبب في إراقة الدماء في مصر. ده الهدف الرئيسي للحملة. احنا مفيش حزب تابع لينا او احنا تابعين لحزب، احنا مش تابع اي مرشح، بس طبعا احنا ما يمنعش ان احنا بنرحب باي حد من الاحزاب اللي على توافق مع مبدأنا في الحملة وهتمشي معنا على سياستنا والخط والرؤية احنا حاطينها. فدي اهم حاجة. طبعا هنرحب بالاحزاب اللي هتنضم معنا او اللي هي مقتنعة بفكرة الحملة بشرط ان هي تكون محسوبة على قوة طبعا مدنية اللي هي متماشية مع اهداف الثورة ومطالبها وكلنا مش مختلفين على ده، بالاضافة الى حاجة مهمة جدا ان هي ما تكونش ضمة في قوائمها برضو صف تاني اخوان المسلمين، ابن مش عارف مين بتاع الحزب الوطني، اخت مش عارف مين بتاع الحزب الوطني وهكذا. دي مهمة جدا. المرحلة اللي جاية ان شاء الله احنا زي ما احمد كان بيتكلم هيبقى عندنا رؤية وخط واضح مش هنحيد عنه. فكرة تمويلنا الحملة هنتكلم عليه بشكل صريح وواضح. احنا عندنا قواعد في المحافظات مكونة من 19 مكتب تنفيذي، كل مكتب تنفيذي يبقى فيه حوالي 5 أو 6 أفراد، بالإضافة إلى تحت المكتب التنفيذي ده في قطاعات كتيرة. يعني إحنا مثلا في 27 دايرة عندنا 27 واحد هم اللي بيدونا المعلومات دي، فقوام الحملة فيها عدد كبير. إحنا بنعتمد في كل شغلنا على الطباعة وطباعة الورق وسيفيهات عن المرشحين اللي نازلين. إحنا بنقبلش تمويل من حد، لا من حزب ولا من أشخاص ولا من أفراد، ومش هنقبل، ودي سياسة واضحة بالنسبة لنا. احنا بنعتمد ان كل واحد موجود جوه الحملة من قوام الحملة بيدفع مبلغ صغير وبنبدأ نطبع على اساسه. دي الامور اللي كنت عايز اوضحها. احنا النهاردة عايزين نوصل بالحملة دي لهدف. احنا بنقول للمواطن المصري النهاردة طالعين من ثورة 25 يناير بموجاتها، موجتها الثانية في 30 يونيو، مش عايزين نرجع لما قبل 25 يناير. الوضع الحالي ان احنا شايفين احنا بنرجع لما قبل 25 يناير. النهاردة صوتك جوه الصندوق ده مسؤوليتك. انا هقول لك ان المرشح ده عليه 1 2 3 4 وينتمي للحزب الوطني او جماعه الاخوان المسلمين، وانت دورك النهارده ان انت تمنعه بقى ما تديش صوتك ليه في الصندوق وتشوف مرشح يمثلك جوه دايرتك وانت ادرى بالدايره بتاعتك. احنا النهارده هدفنا عايزين نوصل لبرلمان يمثل الثوره، ناس تجيب حقوق الناس الغلابه اللي جوه مش تضحك عليهم وتسرقها زي زمان. شكرا. وبعد أن استمعنا لكلمة الأستاذ خالد القاضي، كلمة الآن مع مدام ميرفت موسى عضو المكتب التنفيذي للحملة. وخالد، الموضوع كله إن إحنا عايزين الشباب اللي مؤمن بفكرتنا يفيد يتفاعل معنا، عايزين فعالياتنا تبقى أكتر شوية. أعتقد إن تاريخ الانتخابات خلاص أعلنوه، إحنا هنعمل اللي علينا. ممكن حد يقعد يقول طب وليه ولازمته ايه ولا لا، احنا لازم اعمل كده ولازم اقول لهم ان احنا لسه موجودين ونتكلم فيه. طالما هي وصلت بيهم البجاحة ان هم عايزين يعيدوا برلمان 2010 ان ما فيش حاجة حصلت وكأن ما فيش دم راح في ناس كتير جدا، فاحنا بقينا مضطرين دلوقتي ان احنا نغير من آلياتنا. ليها مشكلة دلوقتي، فبنحاول ان احنا نوصل صوتنا بطريقة تانية. بنستخدم كل اللي بنقدر نعمله.
انا بس بطلب من الشباب ان يبداوا يتفاعلوا مع الحمله وينزلوا كل واحد في منطقته، اللي عنده حاجه يقدر يفيد بيها الحمله، اللي عنده معلومه عن مرشح يقولها لنا. وشكرا لكلمه الاستاذه ميرفت. انا بس عايز اقول كلمتين. احنا نزلنا واشتغلنا والناس تجاوبت معانا قبل فتح هوايه الترشيح شيء، وبعد فتح هوايه الترشيح شيء تاني خالص. الموضوع ان شاء الله الناس كويسة والناس في الشارع عايزة تغير، بس محتاجة اللي يمدلها ايديها. احنا بننهي كلامنا النهاردة وبننهي مؤتمرنا، واذا كان في حد من السادة الموجودين محتاج يسأل اي سؤال احنا مستعدين.